احمد، ايه اللي جرى لك يا ابني؟ مال هدومك عامله كده ليه؟ وايه الالوان دي؟ انا عشان كده جيت اطمنك وعشان استحمى واغير هدومي لحسن اروح لسميحه كده تتخض وهي حامل. هو ايه اللي جرى لك يا ابني؟ حجزوك ليه؟ وكنت فين بعد ما خرجت من الحجز؟ احكي لك على كل حاجه يا امي. ما يلا يا ستي، يلا هاتي لي حاجه من عند محمد خلينا البسها. احمد، عرفت اللي حصل لدكتور تابوك؟ بس يا مديح، اخوكي مش حامل هم. ايه اللي حصل؟ ولعت بعيد عنك. ايه اللي ولعها؟ بتوع العيش يا ابني. بتوع العيش وصلوا هنا للحج كمان؟ وخربت علينا يا ابني. الدكان اللي قعد ابوك يعمل فيه 30 سنه راح في هوجه شويه عيال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهو حصل له حاجه؟ لا الحمد لله جت سليمه، بس حبش اتعور في وشه. يا ستي وده يا حبشي، وهو فين دلوقتي يا ام؟ قاعد قدام الدكانه يتحسر عليها وعلى ايامها. طيب انا هدخل استحمى واروح له على طول. طب يا ابني مش تروح تطمن مراتك الاول؟ مش مهم دلوقتي سميحه، المهم ابويا يا ام. افتحي افتحي يا مديحه على الله يكون ابوك. فتحي ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. ابني فين؟ يا خالد. خالد ايه الدخلة دي يا توحة؟ مش تسلم علينا الأول؟ يا جماعة بلوا ريقي، أبوس إيديكم، ابني فين؟ هي من إمتى الدخلة علينا بعد غيبة تبقى كده يا فتحي؟ ابني يما، ابني وقلقان عليه ضلوعي. يعني أنت جاي من السعودية يا جدع أنت عشان تفتح زورك كده؟ ابنك راح لجده. راح بجده؟ بالعجلة اللي الأستاذ جابها له. طب وفيها إيه يعني؟ فيها وتجيب له عجلة ليه؟ عيل يا جدع أنت وطلب عجلة جبتها له، في إيه؟ طب ما إحنا كنا عيال. وياما كان نفسنا في حاجات، كان حد جاب لنا حاجة؟ ده عيل يا بني آدم، عيل. أنت شايفه عيل، بس هو شايف نفسه راجل وأنا شايفه راجل. تقوم تسيبه ينزل بعجلة لسه عامل بيها حادثة؟ هو ده العقل يا دكتور. وطي وحب على إيد أمك وخليها تدعي لك بالستر. أنا هدخل أستحمى وهنخرج نشوف أبوك وابنك. وحشني ياما، حقك عليا، معلش بس مخضوض على الواد قوي. ضنايا برضه يا مديحة. ربنا ما يخضك عليه ابدا يا ابني، ولا يخضني عليك انت واخواتك، ولا على ابويا يا ام. ابوكوا قبلكوا كلكم. يعني ايه مالكش دعوه بالبضاعه؟ هو كده يا حاج توفيق، حكومه يعني ورق، كلام من غير ورق ملوش عندنا عاده. يعني انت ممكن تقول ان انت عندك 100 كيلو فقر وهما في الاصل 5 ولا 2، اعرف منين انا ان هما 100؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ هو انا هكدب عليك ولا ايه؟ بالراحه يا حاج توفيق، ما تتعصبش على الحكومه. هاتوا هنا حبشي، هاتوا هنا. سيبني انت في حالي، سيبني في حالي يا اخي، ابعد عني، انا مش ناقصك. انت ايه ما بتحسش؟ استغفر الله العظيم يا رب، يعني هيبقى موت وخراب ديار. يابا خراب ديار ايه بس يابا؟ دي الحكومه وجايه تعوضك. بيني وبينك الراجل عنده حق يعني. قول له كسر حقك بالنجلو بالنجلو. لاحظ ان ده تطول على موظف اثناء تاديب وظيفته. معلش يا استاذ عطا، انت عارف الظرف مساحه فيا انا، معلش. يا حاج توفيق، حاج توفيق تعالى تعالى، بص تعالى شوف مين اللي جاي. يا رب يكون احمد، يا رب يكون احمد، يا رب يكون احمد وفتحي كمان. بلاش اسعاف، استنى وسع يا اخوان عشان الهوا. وسع يا ابني، وسع ان شاء الله هيبقى كويس. الف سلام عليك يا حاج، الف سلام. ابعد انت دلوقتي يا حبشي. ليه يا عم حاج وانا اللي وقعت ولا ايه؟ طب روح هات بصل. حاضر حاضر، ننقله المستشفى احسن يا حاج. يلا يلا. لا 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 لا، النبض زي الفل، ان شاء الله هيفوق دلوقتي. بابا يا حاج، يا حاج ايوه كده، الحمد لله على السلامه. ولا حصل لي ولا حاجه يابا، انت بخير الحمد لله. اول ما ابوك معايا يا احمد، اول ما ابوك. يلا بسم الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. وحشني فداك كل حاجه، فداك كل حاجه. ده انت اللي فداك الدنيا وما فيها كفاره يا احمد. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. خضتنا يابا. طب سندوه واحدة واحدة وهاتوا على المحل بتاعك. لا 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 يا ابو شيشة، ودونا على المصمط. لا المصمط تعالوا. اتفضل اتبصر يا حاج. اتفضل يا ابني. ليه يا حاج؟ لا يا حاج ما تخافش، سامحني يا حاج سامحني. اقوى خد ارقش مني دي، ارقش مني دي. لا لا انا خلاص الحمد لله. خلاص بقى كويس، ما تكسبوش. يلا بصل المحب ويخرموه. انا هرقشها قدامكم بس
عشان تعرفوا ان الحمد لله بقيت تمام وصحتي زي البوم. الحمد لله. ربنا يديك الصحة والعافية يا حاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم زي ما يكون قلبي حاسس. أنا حاجز التذكرة بتاع الطيران قبل ما أعرف إن المصنع اتولى. الحمد لله بقى ما تفكروش يا حاج. ما تفكرنيش إزاي؟ فده كل حاجة يابا. إحنا واقفين على جثته. بكرة هيبقى أحسن من الأول. ومن بكرة ليه؟ من النهاردة إن شاء الله. يلا يا خالد شمر قميصك وادخل نظف المحل عند جدك. ايدك معايا حبش. يلا حلاوتك يا سي فتحي. هجيب لكم كرسيين وتقعدوا هنا انتوا بره. كل الحجاج يريحوا كده لحد ما نخلص. ما عدا انت طبعا يا حاج فتحي. هنعمل ايه يا بابا؟ ايه اللي هنعمل ايه؟ اه صحيح هنعمل